سلام الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى الاحوال ديالكم تكون كامله ان شاء الله بخير وعلى خير، واهلكم واحبابكم كاملين لا فاقد ولا مفقود يا رب العالمين. اليوم ان شاء الله غنسافر مع بعضياتنا الى الهند. الحبيبات ديالي، غنسافر اليوم وصفه هنديه من الدرجه الاولى كيستعملوها الهنود كل اسبوع، وبالاخص يوم الخميس. معروف تقريبا نسبه ديال الهنود كاملين، النساء ديالهم كيستعملوه، حتى الرجال حتى هما كيعملوا البنات الوصفات اللي خاصه تاع الشعر، باش كتعرفوا الكثافه ديال الشعر ديالهم ما شاء الله. هما من الصغر ديالهم هما على عين ان من الجذور ديالهم، يعني اصلا شعرهم زوين، ولكن شعر البنات الا ما كنتوش كتعتنيو به راه ما غاديش يكون شعر اللي هو صحي. ولهذا ضروري دائما اننا نعتنيو بالشعر ديالنا، بالترطيب، بالزيوت، بماسكات اللي هي طبيعيه، بزاف الوصفات اللي هما كاينين البنات اللي هما خاصين بالشعر. هاد الوصفه البنات كما قلت لكم معتمدين عليها الهنود، كل يوم خميس كيعملوها على الشعر ديالهم وعلى فروه الشعر ديالهم، وكيخليوها ليله كامله، واليوم الجمعه كينظفوا الجسم تاعهم وكينظفوا الشعر. شنو هي هاد الوصفه البنات؟ اول حاجه انها كتحميكم من التساقط، بالنسبه للناس اللي عندهم الفراغات في مقدمه الشعر، لان كيجيني بزاف الاسئله على مقدمه الشعر. البنات، مقدمه الشعر كنصيحه قبل بدايه الفيديو، نصيحه مني انكم ما تبقوش معتمدين على مشطه وحده او تسريحه، لاننا معنا اخوات من العراق، من الامارات، من لبنان. كنعطيكم واحد التحيه اللي هي خاصه من هذا المنبر، وكنت اسف مره اخرى بخصوص اللهجه، لانني لا استطيع يعني التكلم بلغه اخرى بدون لغه المغربي. ما كنحش بانني انسانه مرتاحه ملي كنقدم الفيديو، كنت اسف مرة اخرى. والحاجة، نتمنى اي سؤال او اقتراحات او اي صعوبة في المفهوم اللغة تكتبوها لي في التعليق، وانا راح افسر لكم الوصفة بالكامل ان شاء الله. قلت لكم البنات الوصفه كتحميكم من التساقط، من الفراغات، كتطول لكم الشعر، بالنسبه للناس اللي محبين الشعر الطويل. يلا على بركه الله نبداو الوصفه. دابا البنات غنبدا لكم بالمكونات. كما قلت لكم المكونات اللي هما ساهلين البنات، زعما ما غاديش ياخذ منكم واحد الصعوبه. اول حاجه، الحاجه اللي ممكن انكم ما تلقاوهاش عندكم في المنزل هي نواة كوكو، ولكن معظم البنات راه نواة كوكو او زيت الجوز الهند متوفر تقريبا عند جميع البنات حاليا. دابا البنات كاملين كيستعملوا زيت جوز الهند او نواة كوكو. هنا ضروري البنات، ضروري ما غادي خصنا نستعملوا هذا الزيت هذا الا ما مهم، حنا ضروري ما عندنا الحلول. الا ما كانش البنات عندكم استعملوا زيت اللوز، الا ما عندكمش زيت اللوز استعملوا زيت الزيتون، ما عندناش شي حل واحد اخر. المهم البنات بالنسبه لي كيقولوا لي واش نستعملوا زيت النباتيه. البنات زيت النباتيه بلا ما تستعملوا، انا كنصيحه من اختكم بلا ما تستعملوا زيت نباتي، لانه ما عندها حتى فائده نهائيا على الشعر. مهم هذيك يعني ممكن انكم تستعملوها زيت النباتي، ممكن انكم ديروها مع الاعشاب، ممكن، لان الاعشاب حنا خاصنا هذيك الاعشاب المنافع اللي كتطلق لكم في الزيت. اما كزيت نباتيه اللي هي ممكن واش عندها شي فوائد على الشعر، كنصيحه راه ما عندها حتى شي فائده على الشعر. مهم بالنسبه لي انا غنستعمل زيت جوز الهند. شنو عندنا ثاني؟ عندنا البنات البصله البنات بلا ما تخلعوا البصله، ما غتبقاش لكم نهائيا الرائحه في الشعر نهائيا. مهم هنا عندي بصله هذا القدر كما كتشوفوا، هذا القدر يعني بصله اللي هي صغيره، وعندي فصوص من الثوم. فصوص البنات من الثوم غنعملوا تقريبا واحد جوج فصوص من الثوم، هذا المقدار هذا. صافي، هادو هما المكونات. اول حاجه انني خديت الثوم البنات وقطعته، يعني نحيت له هذيك الغشاء الخارجي ديالو، ودابا غادي نبداو نقطعوا هاد المكونات في هاد المكينه.
البنات كما شفتوا انا قطعت البصل وقطعت الثوم. المهم الثوم كما قلت لكم واحد المقدار ديال هذه، المهم الا كانوا كبارين عملوا هاد جوج بحال على هذا المقدار هذا، ولا كانوا صغارين عملوا تقريبا شي ربعه. المهم انا عملت شي تقريبا شي 5 فصوص اللي هما صغارين. شنو غادي نضيف لهم دابا؟ غادي نضيف لهم زيت جوز الهند. زيت جوز الهند غادي نضيفو هنايا واحد المقدار اللي هو ممكن انكم تعملوا واحد الكميه كبيره وتحتفظوا بها في القنينه. بالنسبه لي انا ما غنحتفظش بها، غادي نعمل هنايا هذا القدر هذا باش غادي نشقق، باش غادي نعملها في فروه الشعر ديالي وشعري كامل فقط. المره الجايه ممكن اننا نعاود الوصفه. المهم دابا غادي نديروا البنات فوق النار. هنا البنات كما كتشوفوا انني وضعته على النار حتى هذا الثوم هذا وهذا البصل ما غيبقاش لنا في هذا اللون هذا، يعني غيولي تقريبا مائل الى الاسود، ماشي اسود اسود. المهم انتم غادي تشوفوا كيفاش غيولي اللون تاعو. المهم البنات اهم حاجه على نار مهيله، ماشي ما ديروش النار تكون قويه بزاف باش هذاك الشيء ما يتحرق ليناش. البنات خصنا نبقاو نحركو حتى ما تبقاش لينا هاد الكشكوشه او هاد الرغوه هادي البيضاء حتى يولي زيت اللي هو صافي غيكون صالح للاستعمال. كانت الرغوه اللي بيضاء ما بقاش غير واحد شويه صافي، المهم صافي دابا غتكون صالح للاستعمال. ضروري انكم تصفيوها في واحد الشباك او شي صفايه، ومن بعد غادي ندوزو دابا للطريقه. هنا كملنا كما كتشوفوا هذا هو الزيت. كما قلت لكم الا حبيتوا انكم توضعوا كميه اللي كبيره، يعني تاخذوا واحد القنينه اللي هي كبيره وتعملوا كميه كبيره ديال البصل وكميه كبيره ديال الثوم وتحتفظوا بها، يعني ترجعوها في القنينه، يعني بعد ما يبرد لكم ترجعوه لهذه القنينه، وكل اسبوع انكم تستعملوا الا حبيتوا انكم تبقاو تستعملوا غير هذه الوصفه. ولكن الناس اللي كيعرفوني انني لست معتاده على وصفه واحده، كما دائما كنقول لكم انني كنحب انني نعمل كل اسبوع وصفه جديده على الشعر، لان الشعر دائما كنصيحه مني الشعر لابد حتى هو يتغدى، ما نبقاوش عليه العدس 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 العدس، عطيو شويه اللوبيا شويه العدس شويه اللحم شويه البصله شويه تاع الثوم. ضروري البنات الشعر خصو يتغدى، يعني الا بقيتو عليه البنات دائما نفس الوصفه ما كيبقاش الشعر صحي، يعني ضروري كل مره تشدوا له الوصفه على الاقل كل مره كل شهر او كل 15 يوم الا ما كنتوش كتحبوا انكم تداوموا كل اسبوع وصفه. طريقه الاستعمال، طريقه الاستعمال كاي وصفه البنات ضروري الا بغيتوا الوصفه تعطيكم النتيجه عملوها على الشعر اللي هو نظيف، شعر نظيف ما يكون فيه لا اوساخ لا زيوت لا كريمات لا شي حاجه، يعني ممكن انكم تستغسلوا شعركم وتخليوه ينشف لكم غير واحد شويه او تنشفوه بواحد الفوطه ومن بعد عملوا هذه الوصفه. الا حبيتوا انكم توضعوه في الصباح في المساء نظفوا الشعر ديالكم، او ممكن انكم توضعوه في المساء وفي الصباح تغسلوا الشعر وتنظفوا الشعر ديالكم. وصفه كما قلت لكم زوينه بزاف لتساقط الشعر ولطول الشعر وعلاج الفراغات، ومعروفه البنات في الهند هاد الوصفه هذه، في الهند راه معروفه يعني كل اسبوع البنات كيستعملوها. وفي المره الجايه البنات غنعمل لكم واحد اللي هو واحد لوسيون اللي هو زوين حتى هو كيعملوه الهنود، انتظروني ان شاء الله ممكن انا نبقى نعمل لكم هذا الاسبوع او اسبوعين وصفات اللي هي جايه من الهند. يلا نتمنى من وصفه انها تنال رضا ديالكم، وتحملوا الفيديو على مواقع التواصل وعلى الاهل وعلى الاحباب. جزاكم الله كل خير، ونموت عليكم الغزالات ديالي، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده. وما تنساوش لي لايك ديالكم والاقتراحات، كتبوا لي اقتراحات ديالكم في بلاصه التعاليق.